السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا محاضرتنا اليوم عن البحث في الأدب الطبي. مثل ما تعلمنا بخطوات العمل في الـ Evidence Based Medicine أو الطب المستند بالدليل، هن 5 خطوات. بتبدأ بتشكيل السؤال البحثي، بعدين الحصول على المراجع المناسبة للبحث من خلال البحث على الإنترنت لنلاقي جواب على سؤالنا البحثي، وبعد ما نحصل عنه نقيم الدليل اللي حصلنا عليه، وثم نطبق الدليل على مريضنا ونقيم تقييم نهائي لتطبيق الدليل على المريض. نحن اليوم بالمرحلة الثانية، بعد ما عرفنا شو نشكل السؤال البحثي، الآن رح نحصل عن المراجع المناسبة لنجاوب عن هذا السؤال البحثي من خلال البحث على الإنترنت. ليش نبحث نحن عن المعلومة الطبية؟ طبعا البحث عن المعلومة الطبية أثناء تعاملنا مع المرضى نحتاج أن نجاوب على تساؤلاتهم. أحيانا نتعامل مع المريض في العيادة، أحيانا في المشفى، أحيانا بالمجتمع، يعني بكل مكان بيختلف يعني طريقة تعاملنا معهم أو إجابتنا على أسئلتهم حسب المكان. مثلا في العيادة ممكن يجيك المريض ويسألك سؤال عن موضوع معين، بيكون أمامك خيارات للإجابة. إما بيكون مثلا الطبيب بيعرف جواب، يعني قارئ عنه بشكل حديث أو المعلومة بديهية فبيجاوبه مباشرة، أو ممكن حتى الطبيب ما يكون عنده فكرة عن الإجابة. هلا معظم المرضى صاروا مثقفين فبيبحث على الانترنت او بيقرا او بتعرفوا، يعني صار مجال الانترنت واسع جدا، فممكن يجيك بفكره يقول لك والله انا سمعت عن دواء معين بيعالج هي الحاله او الى اخره. فهون بدك انت ترجع البحث عن الدليل الافضل من القواعد البيانات الموجوده على الانترنت او عبر الحاسوب، او ممكن ترجع للمراجع البسيطه اللي بين ايديك. بالمشفى طبعا الطبيب المشرف من خلال خبرته بيقوم بطرح أسئلة أثناء الجلسات السريرية، فممكن إذا ما عرفت أنت جواب أو ما لك قارئ عنه تروح تبحث عن جواب هذا السؤال من خلال الدراسات المنشورة بقواعد البيانات، وممكن تخضع للمناقشة مع المشرف. بالمجتمع طبعا هنا يعني مستوى المجتمع مختلف شوي عن العيادة أو المشفى، لأنه أنت لما بدك تقوم بتطبيق أي مثلا، مو أنت يعني كدولة أو كقطاع صحي بدك تقوم بتطبيق مثلا اللقاحات، تطبيق قرارات طبية، لازمك مراعاة لتقاليد وعادات المجتمع اللي بتطبق عليه هذا الإجراء، وكذلك يعني المستوى الاقتصادي. فمثلا مثل ما شفتوا يعني موضوع لقاح الكورونا، بعض المجتمعات رفضت أخذ اللقاح. في طريقتين لاستخراج المعلومات الطبية، طريقة البول وطريقة البوش. صراحة طريقة البول هي بتتطلب تطبيق جميع خطوات الطب المسند بالدليل. طريقة البوش هي تحدد على محرك البحث أنه يرسل لك جميع الدراسات الجديدة المنشورة المتعلقة بالموضوع الذي تريده. الحقيقة يعني طريقة البوش أسهل من طريقة البول، لكن طريقة البول هي طريقة يعني طويلة لكن بتعطي يعني إجابة على السؤال بشكل أدق. مصادر المعلومات الطبية، الإنترنت هو المصدر الأهم للمعلومات الطبية، ومحركات البحث هي أول ما يتم التفكير فيه ما بيجينا نجاوب على سؤال بحثي. لكن ما هي بس المصادر المعلومات الوحيدة؟ هي مجرد وسيلة للوصول لقواعد البيانات ومصادر المعلومات، لكن المصادر الفعلية هي الكتب المدرسية تكست بوك، مثل مثلا كتاب هاريسون بالداخلية، نيلسون بالأطفال، هدول كتب مرجعية معروفة، مثلا شوارتس بالجراحة العامة إلى آخره. طبعا بكل اختصاص في مرجع دائما ضخم ويعني مراجع صغيرة، لكن مراجع المدرسية تكست بوك يسموه. من خلال المؤتمرات أيضا مصدر مهم للمعلومات الطبية. المؤتمرات يعني بينشروا خبرات الأطباء ودراسات مؤكدة، أو أحيانا يعني مراحل بدئية من الدراسات
مناقشات، استعراض، مخططات بحث جديدة أو أبحاث لم يتم تنفيذها بشكل كامل. مصادر معلومات أيضاً هي المجلات والمقالات المحكمة اللي توجد فيها، المحكمة يعني خاضعة للتحكيم من قبل لجان أو أطباء مشرفين بيكونوا على ذوي الخبرة الكبيرة. أيضاً مصادر معلومات هي مواقع الإنترنت. طبعاً حالياً أغلب المجلات، أو إذا ما نقول مو أغلبها يعني كلها، سابقاً كانت مجلات تنطبع ويعني لبين ما توصل للبلدان النامية تتأخر. حالياً أغلب المجلات أو كلها صارت منشورة على المواقع الإلكترونية. رح نشرح كل واحد من هدول المصادر المعلومات بالتفصيل، بس قبل ما نشرحهم لازم نعرف أن مصادر المعلومات هي مصادر أولية ومصادر ثانوية. المصادر الأولية هي تشملنا الأبحاث الأصيلة، المقالات اللي ما تم نقدها من قبل. كلمة أصيل يعني واحد عمل بحث لأول مرة عن هذا الموضوع وما تعرض للنقد أو تعرض لدراسات أخرى أو تم مراجعتها. بينتشروا هاي الأبحاث الأصيلة بالببميد بالميدلاين. المصادر الثانوية هي اللي بتشمل المناقشات اللي بتتم على الأبحاث الأصيلة أو المقالات اللي بتم نقدها ومراجعتها، وبالتالي تحوي على أدلة جاهزة. طبعاً هاي بدها اشتراك، مثل مكتبة كوكرين، الـACCP جورنال كلاب، هاي بسموها المجلة الأمريكية لطب الأطباء السريريين. وفي عنا الأب تو ديت هنا يعني بيناقش الدراسات كثيرة وبيعطيك خلاصة في الأخير. فبنبدأ أول شيء بالكتب. الكتب هي مصدر نتيجة جهود مجموعة من الأشخاص الخبراء، وفي كتب مخصصة للطب المسند بالدليل، يعني بيكون الكتب هي مستندة لأدلة. سابقا كانت الكتب هي عبارة عن خبرة طبيب، الآن ما بقى فيه كتب. صارت مثل ما حكينا بالبداية بالمحاضرة الأولى أنه في كتاب كان نشره طبيب وأدى ل يعني خطأ طبي، أدى لو فيه عدد كبير من الولدان بسبب نصيحته بأنه الأطفال يناموا على بطنهم. فما بقى فيه شيء اسمه كتاب، كله بيعتمد على المراجع، بيعتمد على دراسات أصيلة. فهذا هو الكتب المخصصة بالطب المسند الدليل، صارت كل الكتب حاليا هيك. طبعا الكتب متوفرة وسهلة الوصول ببساطة، يعني أنا مثلا عندي على الكمبيوتر حوالي 30 أو 40 جيجا كتب في الأمراض الداخلية. إيجابياتها أنه متوفرة وسهلة الوصول، لكن سلبياتها الكتب صراحة تتأخر في النشر. أحيانا ليتم نشر الكتاب يحتاج حوالي 1 إلى 3 سنة، فهذا التأخير في النشر أحيانا بتتغير المعلومات أو بتتغير يعني الأبحاث حول مواضيع معينة، قلنا كل 5 سنين ممكن الطب يتغير نصه. نحن بحاجة تحديث مستمر، لذلك يعني الكتاب اللي بيتم نشره بيحتاج التحديث مستقبلا وعلى دوام. فمشكلة أنت تشتري كتاب وترجع بعد مثلا 2 سنين بدك تضطر تشتري نفس الكتاب مرة تانية مشان تحدث المعلومات، إن المعلومات بشكل عام أو خاص بتغيير وتحديث دائم مثل ما حكينا. الانحياز، مشكلة في الانحياز، أحيانا المؤلف أثناء تأليفه الكتاب ممكن يستعين بمقالات بتوافق رأيه، سواء كان رأيه صحيح أو خاطئ. مثلا هو رأيه أنه هذا المرض بيتعالج بهذا الدواء، بيروح بيدور على المقالات اللي فعلا بتأيد يعني مقالته، وبيهمل كل المقالات اللي بتقول أنه هذا الدواء ما بيفيد. هذا التحيز أحيانا بيصير اسمه انحياز المؤلف. طبعا يعني بالإشارة لذلك، يعني أن الكتب صحيح هي مصدر جيد، لكن انتبه أنه الكتب أحيانا تكون كبيرة والبحث فيها صعب. عادة بالعيادة ممكن نستعين بكتاب صغير نحطه بين إيدينا حسب كل اختصاص، والاختصاص طبعا بيمتلك طب مسند بالدليل خاص فيه، فممكن كتاب صغير بكل اختصاص واحد يحويه بالعيادة ليراجع فيه المعلومات الأحدث. المجلات مصدر مهم من مصادر المعلومات الطبية،
بتتضمن المجلات مقالات بحثية محكمة، عادة بيكون في 3 حكام مخصصين للحكم على الأبحاث. أي بحث بيتم إرساله لأي مجلة طبية بيتم تقييمه من هاي دول الحكام، وبيرسلوا الملاحظات للباحث ليقوم بتعديلها، وإذا قام بتعديلها وأقنعهم ممكن يتم الموافقة على النشر. طبعا هاي المجلات حاليا هي إلكترونية، ومن النادر حاليا أن تكون ورقية. طبعا هي سهلة الوصول من خلال مواقع المجلات، من خلال محركات البحث. سلبياتها كثير من الأحيان ما بتوافق المجلات على نشر الأبحاث رغم أنه تكون الأبحاث جاهزة. السبب أنه بيكون في عندها عدد كبير جدا من المقالات اللي بتوصلها، فبتختار أفضلها. أحيانا النشر بيستغرق وقت طويل، فممكن يعني الباحث اللي يستمر سنة أحيانا ببحثه يكتبه، وطول شيء نصف سنة لا يكتبه، يعني عفوا يجري البحث بده سنة ونص سنة ليكتبه للبحث عشان يعده للنشر. ممكن يستغرق بعد نصف سنة أيضا للنشر في المجلة حتى توافق عليه المجلة، فهذا الوقت اللي هو تقريبا 2 سنين هذا تأخير. ممكن يكون العلم تغير، ممكن الشيء اللي كان عم يدرسه في 1000 واحد درسه مثله، وحكينا أنه في كثير من ملايين مقالات تصدر سنويا. طبعا للأسف في كثير انحياز ببعض المجلات، إذا كان اسم الناشر غير معروف مثل الناشرين مثلا في البلدان العربية ممكن ما ينتشر لهم مقالات، هاي بتسبب مشكلة في عدم النشر. المجلات بتتصنف حسب يعني أهميتها وموثوقيتها، المجلات اللي موثوقيتها ومرتبتها منخفضة بتنشر كل الأبحاث اللي بتجيها، فلذلك ممكن الأبحاث اللي تجيها تكون أبحاث ما هي جيدة، فهذا الشيء ممكن يؤدي إنه تكون المجلة غير موثوقة بسبب إنه بتنشر كل شيء. المجلات يعني بالمقابل المجلات اللي موثوقيتها عالية ومرتبة مرتبتها مرتفعة بتكون معايير القبول فيها كثير عالية، فبترفض كثير من المقالات، ممكن تكون بعض المقالات منها جيدة. هلا مشكلة من مشاكل المجلات إنه ما معظم المجلات حاليا مأجورة، ما بتحسن أنت تطالع المجلة المقالة من المجلة بشكل كامل، فالفري تكست أو الفول تكست المجاني بيكون متاح في بعض المجلات. معظم المجلات تعطيك الأبستراكت، الأبستراكت هو الملخص فقط، ملخص عبارة عن 10 أسطر يلخص لك في المقالة، وغالبا ملخص ما بيحوي المعلومات كاملة، فتكون معلومات ناقصة وأحيانا تكون معاكسة للنص، وبالتالي يعني بوجهك كاتب مقال سواء بشكل قصد أو غير مقصود لشيء معين، بس بالأخير الفول تكست أو المقالة الكاملة هي تكون من تقريبا 15 أو 20 صفحة تكون مخالفة للأبستراكت. من مصادر معلومات مهمة هي المواقع الإلكترونية، على رأسها موقع مؤسسة كوكرين. الحقيقة كوكرين لايبراري أو مكتبة كوكرين بشعارها المعروف هي من أقوى، إذا موقع مؤسسة كوكرين هو من أقوى وأضخم وأشمل قواعد المعطيات بالنسبة لـ Evidence Based Medicine. طبعا العالم آرتشي كوكرين هو مؤسس هاي قاعدة البيانات، وضع كتابه عام 1972 أشار فيه أنه لازم نعتمد على دراسات التجريبية العشوائية randomized control trials اتخاذ القرارات الصحية. لذلك عام 92 يعني تقريبا حوالي 20 سنة أسس هو مركز كوكرين في بريطانيا، ثم أنشأ بالعام التالي تحالف كوكرين قاعدة بيانات إلكترونية. طبعا هاي قاعدة البيانات هي مخصصة فقط للمراجعات المنهجية، إذا هو كل تصاميم الدراسات اللي بيشوفها على الإنترنت بينشئ منها مراجعات منهجية systematic review، لأنها هي بقمة الهرم الموثوقية. طبعا كان أساس إنشائه هو الدراسات التجريبية العشوائية مشان توجهها القرارات التوصيات الجديدة، لكن بعدين قالوا نعمل مراجعات منهجية بما أنه صار عندنا كثير مجلات تنشر دراسات تجريبية عشوائية. طبعا الدراسات موجودة بموقع بيقوم فيها أشخاص بالاتفاق مع موقع كوكرين، وبيتم نشرها فقط في موقع كوكرين.
في كوكرين ممكن يعني نشوف دراسات غير منتهية، يعني بيعرض لك نتائجها لكن بيقول لك لسه الدراسة ما زالت جارية. مثلا دراسة ممكن تكون مثلا ل10 عوام، ل20 عام، وأحيانا تلاقي دراسات منتهية منذ سنين، وحاليا عم يرجعوا بيعملوا لها تحديث أيضا. يعني في دراسات لسه ما انتهت وفي دراسات منتهية من سنين لكن لها تحديث. للأسف أحد مساوئ كوكرين المقالات فيها غير مجانية، والحصول عليها يجب إما أن تكون أحد الناشرين في كوكرين أو تكون مشترك بالكوكرين وتقوم بالدفع لهم. لكن أحيانا كثير بنشوف بالصدفة بعض المواضيع متاحة للقراءة مجانا بكوكرين. إذا نبحث عن أي موضوع معين بتظهر لنا عدة دراسات، وبتصنف الدراسات بموقع كوكرين من الأقوى إلى الأضعف. المراجعات المنهجية هي يعني بالقمة، دراسات تجريبية عشوائية بعدها، بعد الحجزية، بعد الحالة الشاهد، بعد المقطعين المستعرضة، ودراسة تقرير الحالة، فتبع للتصنيف تبع الهرم الموثوقية نفسه. وبتتصنف الأدلة بكوكرين حسب المستويات A, B, C و D. المستوى A هو الدليل الأقوى، بيكون يعني أي معلومة تخرج من كوكرين مستواها A هذا يكون دليلها أقوى. يعني الدليل العلمي معتمد على مراجعات منهجية أو دراسات تجريبية عشوائية. المستوى B هو الدليل مقبول لكن لا يعتبر دليل علمي، بيستخرجوه من الدراسات الحجزية أو دراسات الحالة الشاهد. المستوى C بيعتمد عن بقية الدراسات وبيعتمد على آراء الخبراء فقط. المستوى D هو يعني أنه الدليل ضار أو مؤذي، أي المعاكس تماماً عن الذي أبحث عنه. من المواقع الإلكترونية المهمة هو موقع UpToDate، عبارة عن موقع بيحتوي على قواعد بيانات ومراجع بيتم تحديثه بشكل دوري ومباشر، يشابه إلى حد ما الـ Evidence Based Medicine لكن موجه بشكل رئيسي للممارسة السريرية الفردية، أي العلاج والتشخيص. طبعاً موقع مدفوع، الوصول له محدود، الاشتراك سنوي فيه تقريباً 400 دولار. أحياناً بيكون فيه بعض المقالات إذا كان الموضوع معروف جداً ممكن يكون مقالة مجانية، مثل مثلاً الكورونا كوفيد 19 كل المقالات المكتوبة عنها هي مقالات مجانية، لكن الأشياء الجديدة ممكن تكون مجانية. إذا بحثنا بموقع UpToDate عن أي مشكلة سريرية بيعطينا عنا كافة معلومات، من تعريف المرض للوبائيات للتشخيص الأعراض المعالجة، وبنهاية كل مقالة بيعطينا ملخص وتوصيات مع مستوى البينة. طبعاً لحد الله مو مفهوم مبدأ الأبتوديت في مستوى البينة، لكن غالباً معتمد مثل كوكرين. إذا نفرط موقع أبتوديت عن الكتب المدرسية، موقع أبتوديت بيعطيك بنهاية المقالة مستوى البينات، أما التكست بوك ما بتطرق لموضوع المستوى البينة أبداً. يعني من جديد صارت التكست بوك تحوي وتطرق لمستوى البينة. الفرق بين UpToDate وموقع كوكرين، UpToDate بيعرض لك كل المقالات بغض النظر عن مكانها، أما كوكرين فقط بيعرض لك المراجعات المنهجية اللي أجريت فقط في كوكرين. فهي يعني كوكرين محدود أما UpToDate واسع. والحقيقة يعني مرجع UpToDate حالياً هو المرجع الأوحد أطباء الداخلية. هذا هو الرابط تبع UpToDate، يمكنكم تدخلوا عليه، بيطلع لكم هاي الشاشة بتحطوا فيها البحث. مثل ما ملاحظين هون كوفيد حطيت لكم اياه بما انه اشهر شيء، فبتدخل عليه بشكل مجاني. مثلا هاي الصفحة اذا دخلنا على الكورونا راح تلاحظوا هون هاي مقالة عن الكورونا مثلا، مثلا هون اخر تحديث لها بتاريخ كذا، اذا بيكتب لك اخر تحديث للمقالة. هيدا بنهاية كل مقالة في عنا شيء اسمه summary and recommendation، الخلاصة والتوصيات. مثل ما كنتم شايفين بيعطيك سطر معين وبيعطيك التوصية تبعيتها. مثلا هون مكتوب grade 1C. شو هي grade 1C؟ تعالوا نشوفها. إذا في عنا درجة للتوصية اللي هي 1 و2، مثلا هون 1 و2، ودرجة قوة الدليل A, B, C.
درجة التوصية إذا كانت واحد هي توصية قوية معناتها الفوائد بتفوق المخاطر أو العكس طبعا، والمخاطر متوازنة بشكل بسيط أو غير مؤكدة. معناتها نحن دائما لازم ناخذ بالواحد، اثنين لازم ما ناخذ يعني. درجات قوة الدليل بالأب تو ديت، الأي هي أدلة عالية الجودة مبنية على تجارب عشوائية أو أدلة دامغة بشكل آخر. الأدلة درجة بي هي أدلة ذات جودة معتدلة، هي تجارب عشوائية بس لها محددات أو أدلة قوية بس بشكل آخر. السي هي أدلة منخفضة الجودة، أدلة من دراسات رقابية غير منهجية أو تجارب عشوائية فيها عيوب مهمة. شو نستخدم الإنترنت في البحث عن سؤال بحثي أو مقالة طبية؟ ممكن نلجأ للبحث عن المقالات عبر موقع جوجل الباحث العلمي، مو جوجل العادي، جوجل الباحث العلمي، جوجل سكولر. ممكن موقع الدايناميد بلس، هذا ببعض مستشفيات بريطانيا موجود، عبارة عن ملخصات جاهزة للإجابة على الأسئلة السرية، تقوم بتلخيص المعلومات والأبحاث موجودة على موضوع معين وتقدم لك. كمان موقع قاعات كوكرين اللي بيحوي مجموعة من الملخصات، وممكن اعتباره كمحرك بحث. الموقع بوب ميد هو أكبر محركات البحث، فيه أكثر من مليون مقالة، يوفرنا أدوات أيضا تستطيع تساعدنا في تضييق وتوسيع البحث حسب حاجتنا، بالإضافة لميزات كثيرة مثل مثلا النص الكامل أو المقالات المشابهة. في مواقع المجلات الطبية الناشرة مثل مثلا موقع نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن، هذا مثلا موقع البي إم جي بريتش ميديكال جورنال أو المجلة الطبية البريطانية، أو مجلة الجامعة المعروفة هيدا بأمريكا، أو الأس سي بي جورنال كلاب. إذا هدول المواقع اللي ممكن نبحث فيها عن مقالات طبية أشعة وأكبرها هو موقع البوب ميد. نبدأ هلأ بمحرك البحث جوجل، جوجل سكولر. طبعا البعض يعني بيظنوا انه قيام الطبيب او الممارس في المجال الصحي بالبحث عبر جوجل هو خطا فادح. طبعا لا شك انه جوجل هو يعني من اقوى محركات البحث الانترنت، وبيوفرنا عدد كبير من النتائج، لكن دائما مو النتائج اللي يعني بتلاقيها عبر جوجل هي يعني ابحاث منشوره ومحكمه، ممكن تكون ابحاث غير منشوره، ممكن تكون مقالات، ممكن تكون أحياناً أخبار. يعني تعرفوا أي واحد ممكن ينزل خبر على أي موقع، هي نقطة قوة ونقطة ضعف بنفس الوقت. نقطة قوة إنه بتلاقي كل شيء، نقطة ضعف أو نقطة سلبية إنه ممكن تطلع لك مصادر غير موثوقة. أيضاً نقطة ضعف أخرى إنه جوجل بيعتمد على تصنيف النتائج تبعاً لمعادلات منا، مثلاً موقعك الجغرافي، فممكن لما أنت بتبحث عن شغلة بيحط لك يعني المقالات المنشورة في مواقع جغرافية قريبة عليك، أو ممكن الأبحاث اللي أنت قمت فيها من قبل، فبيعطيك الشغلات اللي أنت لقيتها من قبل بيعطيك إياها بالبداية. يعني هذا هو بفكر أنه عم يساعدك، بس بجوز أنت هدول اللي بحثت عنهم من قبل يكونوا هن بالأصل سيئات. يعني ممكن يطلع لك كثير أحياناً أشياء غير مهمة أو أمور سريرية، ممكن أمور غير سريرية يعني أو سريرية أو غير مهمة تساعدك للوصول لأفضل المعلومات الطبية أو لا. طبعاً الأدوات اللي بيوفرها جوجل ما كثير يعني قوية مثل اللي بنشوفها بكرة يعني بعد شوي بالبوب ميد، لكن في بعض الأدوات فيها. جوجل سكولر يعني الباحث العلمي، جوجل الباحث العلمي فيه شوية أدوات وميزات يعني، بس ما هو مثل مميزات محركات البحث الأخرى. نأخذ مثال للتوضيح عن البحث على موقع جوجل. عندنا مريض ذكر عمره 60 سنة، ما عنده أي مشاكل سابقة بالقلب أو الأوعية الدموية، إجا على العيادة عم يطلب المشورة انه ياخذ الاسبرين مثل ما قال له رفيقه اللي انصاب بجلطه من فتره قريبه. قال له رفيقه مشان ما يصير معك مثلي جلطه، انا برايي تاخذ اسبرين، انت صار عمرك 60 ولازم تاخذ اسبرين. طبعا لازم نحلل القصه، طبعا نقوم يعني بتحليل القصه هيدي عبر البيكو عشان نشكل سؤال بحثي ونروح نبحث عليه على الانترنت.
فالبي هون هو مريض ذكر بالغ عمره 60 سنة ما عنده أمراض، فالمشكلة هي أنه المريض اللي عمره 60 سنة الانترفنشن اللي نعطيه أسبرين، كومبريشن ما نعطيه أسبرين، نعطيه دواء غفل نقارنه مع يعني دواء الغفل. الأوتكم هل فعلا إذا أعطينا الأسبرين لمريض عمره فوق 60 سنة يوقينا من أمراض القلب والأوعية والوفيات المرتبطة فيها؟ فطبعا البحث عبر جوجل أو عبر مواقع البحث العالمية أو المجلات الطبية بالإنجليش، فنحن نكتب أسبرين in the prevention of cardiovascular event after age 60، يعني الأسبرين استخدام الأسبرين في الوقاية من الحوادث القلبية الوعائية بعد عمر 60. هذا سؤالنا البحثي. إذا كان ما حطينا البي أسبرين in prevention of cardiovascular event هيك ما حددنا نحن، لازم دائما يكون كل عناصر البيكو موجودة، يعني ما بصير نبحث بحث بدون ما نحط البيكو. رحنا كتبنا هذا بالجوجل أسبرين in prevention of cardiovascular event after age 60، شوفوا شو طلعنا على الجوجل، 14,400,000 مقالة، 14 مليون شوفوا الرقم، 400,000 مقالة، يعني بنضل ندور فيهم لنموت وممكن ما بنلحق ما بنخلص. خلال 0.84 ثانية أعطانا كل هدول المقالات ودور إذا بتدور. طيب لاحظوا هون يعني لما بنحط المقالات بيعطيك شوي الجوجل في لإرشاد لبعض الكلمات المفتاحية. شوفوا مثلا Role of aspirin in the prevention of cardiovascular، تقريبا مشابهة جدا لمقالتنا اللي بعدها أسيتيل سالسيليك أسيد. شو هذا الأسيتيل سالسيليك أسيد؟ هو الاسم العلمي أيضا للأسبرين، فعطانا أنه ممكن بعض الأحيان تكون مقالات تجي بكلمة أسيتيل سالسيليك أسيد، فهي بسموها كلمات مفتاحية، ما ضروري المقالة يكون فيها بداية أسبرين، ممكن يكون أسيتيل سالسيليك أسيد. شوف إيش كتب لنا هون، Primary prevention، طبعا ممكن تعرفوا انه الوقايه هي اوليه او ثانويه، الوقايه الاوليه هو لما ما يكون واحد عنده مرض، الوقايه الثانويه هي لما يكون واحد عنده مرض فشان نقيم من تفاقم المرض او الاحداث الاخرى. شوفوا ايش كتب لنا هون، older patient، احنا كتبنا age after age 60 فهو استبدل بكلمه older patient، older patient يعني المرضى المسنين، فايده يعني فكره جيده كمان انه نستبدل هي الكلمه. شوفوا هون ايش كتبنا، كتبنا low dose aspirin، بدل كتبنا اسبرين، اسبرين فيه جرعه منخفضه، فيه جرعه 162، فيه 81، فيه جرعه ايش ممكن تكون فوق ال 500. شوفوا ايش كتبنا هون، coronary artery disease، نحن كتبنا cardiovascular event، هون كتبنا cardiovascular disease، coronary artery disease، يعني بيعطينا خيارات اخرى فنحن ممكن هاي الخيارات نستفيد منها. رحنا نحن غيرنا شوي بالكلام اللي كتبناه، كتبنا بدال أسبرين كتبنا low dose أسبرين، كتبنا بدال prevention كتبنا primary prevention، ورحنا رجعنا عدنا البحث، كانوا 18 مليون ما هيك صاروا 10 ملايين، كويس خفضنا يعني صار منلحق نقرأ الدراسات قبل ما نموت بشوي. طيب لاحظوا شو عملنا، عملية لما نحن منحط، نرجع لهيدي لما نحط الكتابة هون بالجوجل كاملة بيروح بيبحث لك عن كل المقالات اللي فيها كلمة low dose aspirin، كل المقالات اللي فيها primary prevention، كل المقالات اللي فيها prevention، كل المقالات فيها cardiovascular. إذا إيش يا شباب؟ معناتها ما بقدروا يبحث لنا يلاقي لنا المقالات اللي فيها كل هدول الكلمات. معناتها في كتير مقالات ممكن يكون عم يحكوا لنا على الأسبرين في مثلا علاج الاحتشاء، نحن ما هو هذا بحثنا. فلازم نحدد شوي، نروح نعمل ايش؟ اقواس بالجوجل، اذا عملت اقواس لكل كلمه بكلمتها من الكلمات المهمه اللي انت عم بتدور عليها، فهذا انت بتعني انه انا بدي يكون في المقاله اللي عم ببحث عنها فيها هدول الكلمات المفتاحيه، كل هدول الكلمات مع بعضهم يعني. فلاحظوا عملنا هالاقواس نزلت من 10 ملايين ل 128 الف مقاله. اذا صحيح الرقم ساعته كثير، لكن ماذا يعني نقص كتير كتير، يعني صار يعني رقم مقبول. ممكن نلجأ لشيء اسمه الباحث العلمي، الباحث العلمي بس بيدور على المقالات تمام، أو هو نفسه الجوجل بيعطيك بيقول لك بدك
أنا بيعطيك السطر الأول مثل ما شايفين هون، بيعطيك خيار بيقول لك بدك مقالات أكاديمية عن هذا الموضوع. مقالات أكاديمية معناتها عبر جوجل باحث العلمي أو جوجل سكولر. آه، فلما بتكبس له على المقالات الأكاديمية بيطلع لك، شايفين هون هاي اللافتة، كانوا 128 ألف نتيجة، هون صاروا 15 ألف نتيجة. هون بقى أنت بصير في عندك خيارات بالباحث العلمي. مثلا هون أول دراسة مثل ما نكون شايفين قال لك منشورة بمجلة diabetesjournal.org وفيها بي دي اف، وانت ممكن توصل إلى فري مجانا يعني. هون كمان في التصنيف، مثلا نرجع لهيدا، ممكن يكون في أي وقت بدك إياها، بس بدك من 2020 منشورة هاي الدراسة، خلص لك الدراسات لعدد 247. بدك تصنيف حسب الصلة أنه فعلا له علاقة بهذا الموضوع. هون مثلا براءات الاختراع أو تضمين المراجع. في هون كمان التصنيف أو البحث حسب وجود ملخص أو مقال كامل، بدك أنه ملخصات بس صاروا 35 نتيجة. بدك كل شيء مثلا ملخص والفري ممكن يصير شيء تاني، أو حسب التاريخ ممكن كمان تختار المقال. فكل ما بتضيق الخيارات بتضيق معك عدد المقالات المنشورة. أحيانا بيصير بيطلع عندك المقالة واحدة منشورة على الإنترنت. ننتقل لمحرك البحث البوب ميد، أشياء محرك بحث طبي وأكبر يعني مكتبة طبية عالمية للمقالات أو قاعدة بيانات. هي مكتبة أمريكية طبعا عالمية، أساسها هي عبارة عن مجلات طبية. في عدد كبير من الأبحاث، لكن ملاحظ فيها بعض المقالات يعني ما دائما ملاقي فيها المقالات، يعني ممكن تكون مقالات منشورة في مجلات لكن غير موجودة على البوب ميد. والسبب بيكون إنه هاي المجلة اللي نشروا فيها المقال غير موجودة بقاعات بيانات بوب ميد. بوب ميد ما بتختار غير المجلات القوية لتنشر فيها. أحيانا كثير ما بنلاقي نتيجة بحث عن سؤالنا المطروح بالبوب ميد. أحيانا بيكون السبب ما في مقالة توافق سؤالنا المطروح، يعني ما انجرى ولا دراسة عن هذا الموضوع. طبعا بكل بحث في كلمات مفتاحية عادة، فإذا ما حطينا هاي الكلمات المفتاحية أحيانا ما بيطلعنا يعني نتيجة بحث في البوب ميد. فننتبه انه يعني لازم نقوي حالنا في عمليه البحث. يعني مثل ما شفتوا انا امتوني كتبنا اسبرين، ممكن يكون اسيتيل ساليسيليك اسيد، يعني لازم نعرف مثلا اذا ما لقينا مثلا مقاله عن الاسبرين نكتب اسيتيل ساليسيليك اسيد وهكذا. ما بصير نستخدم بالبحث بالبوب ميد اختصارات، والله انا بدي اكتب الصمه الرئويه بكتب بي اي، او بدي اكتب خسار وريدي عميق بكتب دي في تي، لا بدك تكتب deep venous thrombosis. إذا استخدمت اختصارات ممكن ما يطلع لك بحث. هاي يعني أحد أسباب إنه ما بيطلع لنا جواب أحياناً في البوب ميد. رح نحكي الآن عن خطوات البحث بالبوب ميد. أول شيء في عنا ميزات محرك البحث بوب ميد. ممكن نبحث بالبوب ميد عن العنوان، ممكن نبحث عن الملخص، عن النص الكامل إذا كان متوفر بخانة السيرش فيلد في حقل البحث. في له عدة خيارات للبحث. الفلاتر موجودة، هي شغلة كتير مهمة. ممكن نفلتر، نحدد نتائج البحث اللي طلعت عنا حسب سنة تاريخ النشر، مثلا بدك من 5 سنوات، بدك من 10 سنوات. كتير أحيانا واحد بيريد انه يقرا المقالات القديمه، او بيريد مثلا يقرا المقالات الحديثه عن هذا الموضوع حسب نوع الدراسه. انت مثلا بدك الدراسات الاقوى العشوائيه المراجعات المنهجيه، او اذا ما لقيت ممكن تشوف كيس ريبورت او الى اخره. ممكن الفلتر، بدك مقالات بس فيها ملخص، انه بكون مثلا مقالات ماجوره، طيب يلا اعطيني الملخصات بس، او بدك المقالات اللي منشوره بشكل مجاني. ايضا من خصائص وخيارات البحث في البوب ميد هي الكلمات المفتاحية. طبعا في كثير كلمات مفتاحية بتنضاف في البوب ميد، وفي معجم للكلمات المفتاحية.
اللي هي بيكون فيها تعريفات واضحة ممكن نعتمد عليها عشان نقوي نتيجة بحثنا. ممكن أحيانا الكلمات مثلا تكون مكتوبة بطريقة معينة مختلفة، فلازم نعرف هاي الكلمات المفتاحية. من خيارات البحث أيضا في شيء اسمه المقالات الشبيهة. ممكن نحن عم نبحث عن الأسبرين الوقاية الأولية، في مقالة شبيهة ترى بتقول الأسبرين في الوقاية الثانوية، فبيعطيك هذا الخيار أحيانا. جزء أنت يكون هذا نتيجة، يعني هذا اللي أنت عم تبحث عنه فعلا. مثلا على سبيل المثال أيضا تعطيك المقالات اللي اقتبس منها هاي المقالة، يعني المقالات دائما المقالة بتقتبس من مقالات أخرى، إذا كانت مراجعة منهجية أو إذا كانت مثلا اللهم صل على سيدنا محمد، ممكن تكون مثلا مقالات مشابهة. لذلك هذا كمان بفيدك إنه تروح تقرأ هاي المقالات اللي اقتبس منها هاي المقالة، وأيضا روابط النص الكامل أو النص المجاني إذا كان. طبعا أجري التحديثات شوي على باب ميد، هلا ممكن نفتح الباب ميد ونحكي شوي في الموضوع. ف هون انا حطيت بالبوب ميد الكلمه او الجمله اللي بحثت عنها في الجوجل: اسبرين انترفينشن اوف كارديوفاسكولار ايفنت افتر ايج 60. فطلع عندي 34 دراسه منشوره على البوب ميد. في عندنا عده خيارات، مثلا بدك المقاله حسب نوع المقالة، بدك حسب مثلا بدك إياها دراسة سرية، بدك ريفيو مراجعة، طبعا بدك إياها متوفر النص الكامل منها المجاني فري فول تكست، ولا النص الكامل بس أنت تدفع مصاري، أو بدك بس الملخصات. سنة النشر بدك إياها من 5 سنوات، من 10 سنوات، أو بتحدد مثلا هون حسب النوع، مثلا الهيومن بدك تجارب على الانسان او حتى على الحيوانات. يعني هيدا اول شيء فين في عندنا سيميلر ارتكل، يعني مقالات مشابهه. هون مثلا سيميلر ارتكلز مقالات مشابهه بنقرا مثلا هون اسبرين ان برايمري بريفنشن يس اور نو، مقاله حلوه والله بدخل عليها انا وبستفيد منها. مثلا اسبرين فور بروفيلاكتيك يوز ان ذا برايمري بريفنشن، والله مقاله حلوه هي ريفيو. يعني انا بعد ما قريت المقاله هاي اللي طلعت لي هون لقيت في مقالات مشابهه لها، فبدخل عليهم كمان بقراهم. بدك هون الفول تكست مثلا بيعطيك الفول تكست تبع المقاله. طبعا المقاله لما تطلع لنا مثل ما احنا شايفين هاي المقاله مثلا الابستراكت تبعها مثلا هون طلع لنا، راح نفصل فيها شلون بتطلع. فهي عنوان المقاله من فوق ما احنا شايفينها هون بهي المنطقه، هي بتجيبها كثير بالامتحانات. اول شغله هون من فوق نيوزيلندا ميديكال جورنال، هذا اسم المجله الناشره، بفيدنا اسم المجلات اذا احنا بنعرف المجلات اللي بتنشر فنعرف قوتها او موثوقيتها. ايضا عندك تاريخ النشر، انتشرت في 26 اكتوبر 2018. بعدها بيجينا رقمين 131484، هذا رقم العدد في المجلة الناشرة، يعني شد رقمه مثلا هالسنة مثلا عاملين هن 131 مقالة، هذا من أصل 1484، يعني وصلوا الرقم 1484 منذ تأسيس المجلة. هذا العنوان هيك بالفونت العريض هو عنوان المقالة: Are the benefits of aspirin likely to exceed the risk of major bleed among people in whom aspirin is recommended for primary prevention. إذا قرأنا العنوان بس امحي لي هذا الخط اللي عبين هذا شباب، لا تكتبوا على سطح المكتب. إذا هذا العنوان شبيه كثير بالشيء اللي عم نبحث عنه. إذا لاحظتوا الأسبرين موجود البرايمري بريفنشن اوف كارديوفاسكولار ديزيز، لكن ما ذكروا الكبار في السن. هو قريب من مقالتنا، لكن فيه جزء كبير من الشيء اللي عم نبحث عنه. هدول اخر شيء اللي مكتوب اسمائهم هيك وجنبهم ارقام، هدول الناشرين. الناشرين اماكن عملهم، وسائل التواصل معهم. ممكن هدول الناشرين تستفيد من انه توصل لهم رساله تناقشهم في المقاله، او يبعثوا لك النص الكامل، او احيانا تعرض عليهم يعني دراساتك.
طبعا هي أجزاء مكونات الدراسة البحثية بشكل عام، فيها عنوان وملخص الأبستراكت اللي عم نشوفه، اللي بيعطينا فكرة عامة على الشيء اللي بيدور عنه البحث. بعد بيكون في مقدمة بالدراسة البحثية introduction، بيعرفوا فيها عن خلفية البحث، إيش معروف سابقا عن هذا البحث وإيش ما كان غير معروف، وشو هو السؤال اللي عم يحاولوا الإجابة عنه بهي الدراسة. بعدين بينتقلوا ليعرضوا لك الطرائق الميثودز، شلون تم إعداد هذا البحث. هو أهم جزء بصراحة، لما أحيانا ننقد الدراسات بنطلع على شلون أجري هذا البحث، اللي بتم معرفته فيه مثلا المعايير المستخدمة لإدخال المرضى، شلون توزع المرضى، شلون تم إجراء التعمية، التعشية، المجموعات البحث، المراجعات المنهجية، شلون مثلا استبعدوا الدراسات اللي ما دخلوها في المراجعة المنهجية، شلون تم البحث في الأدب الطبي، شو أنواع الدراسات اللي دخلوها، شلون حللوا النتائج. هذا النتائج الريزولتس بيتم فيها ذكر نتيجة البحث، نتيجة التقييم النقدي للدراسات، والنتائج الإحصائية النهائية. آخر شيء في عندنا شيء اسمه discussion and conclusion، استنتاج والمناقشة، بيتم فيها ذكر آثار الدراسة أو المراجعة المنهجية على الممارسة الطبية، بيتم فيها ذكر نقاط الضعف في الأدب الطبي بهذا الموضوع اللي تكلمنا عنه، وبالاستنتاج بيعطينا تلخيص لنتائج هاي المراجعة المنهجية. مثل ما أنا شايفين هذا الأبستراكت مثلا لدراسة معينة عن بازلتان بالمقارنة مع البنزو بريل أو مشاركتون في الكلية السكري. هذا الأبستراكت فيه الأهداف، الدقائق، الميثودز والريزولتس والكونكلوجن. وشوفوا بنهاية المقالة في الكيوردز، الكيوردز هي الكلمات المفتاحية اللي ممكن نحن نبحث عنها المقالات أخرى. لنحسن نتائج أثناء البحث بالباب ميد، ممكن نحط معاملات منطقية، شيء اسمه أو و أو ليس، and or not، يعني هذول بالإنجليزي طبعا لازم نحطه. كلمة and or not أو not يعني هي معاملات مشان تحسن نتيجة البحث. ممكن إشارات الاقتباس هيدي بين قوسين هيك علويات بيحددوا العبارة اللي أنا بدي أبحث عنها. إشارة النجمة أحيانا تعبر عن بقية الكلمة، مثلا كثير من الأحيان بالإنجليزي مثل ما بتعرفوا مثلا إذا كتبنا كارديا أو كاردياك أو كارديو أو كارديو فاسكولار، كلهم يعني هن كلمات مفتاحية. فأنا أحيانا بكتب إيش؟ مشان ما اكتب كارديو فاسكولار وكاردياك والى اخره، بكتب كارد نجمه، معناتها كل شيء بيبدا بالكارد وما بعده بحث لي عنه، فبحث لي عن جميع الكلمات بتبدا بالاحرف الاربعه الاولى. هيدي مشان نزيد من نحسن النتائج. في عندنا الاقواس اللي بتساعد بترتيب البحث اللي عم نقوم فيه، راح نشوف شو. اذا اول شيء الاد والاور والنات، لنفهم مفهومهم مثلا احنا عم نبحث عن الاسبرين والوقايه، فاذا بحثنا عن الاسبرين اند الوقايه نبحث عن نتائج بتتضمن كلا الكلمتين، يعني بدنا الاسبرين وبدنا الوقايه. فالاند يعني معناتها ايش؟ معناتها بدي انا الكلمتين يكونوا موجودات في المقاله. هلا اذا حطينا اور معناتها ممكن يدورنا على الاسبرين او الوقايه او الاسبرين والوقايه، يعني هاي بصراحه الأقوى لكن بيعطينا نتائج أكثر. ممكن نحط نوت مثلا أسبرين نوت بريفنشن، معناتها بدي المقالات اللي فيها الأسبرين بس بدون ما يحكوا على الوقاية، تمام؟ هيدا يعني طرق لتحسين النتائج. علامات الاقتباس مثل ما أنا شايفين هون، مثلا أسبرين حطيناها بين قوسين فلازم يدور هون مثل ما أنا شايفين، هذا يعني بيدورنا عن الأسبرين بالذات، عن كلمة and معناتها بدي يقول prevention، كلمة prevention بدي اياها، and cardiovascular event هدول بدي اياهم بالمقالة موجودين ثلاثتهم. فهون بنضيق كثير النتائج وبنزيد الأبحاث المتعلقة وذات الصلة. كلمات المفتاحية يمكن نستخدم شيء اسمه المش، المش ندخل عليه من ال شوفوا هون المش. احيانا مثلا بدي انا ما بيطلع معي نتائج مثل العاده، وبروح بدخل على المش عن هذا الموضوع اللي انا بحثت عنه، هذا اللي لقيناه من شوي، هذا الاول مقال لقيناها،
فبلاقي هون مش كثير في كلمات مفتاحيه. فمثلا من الكلمات المفتاحيه مثلا هون الادولتس، والله كلمه كويسه ممكن نضيفها. لا هون مثلا كارديو فاسكولار ديسيز، هون مكتوب فيميل مثلا، ما له معنى، ما له دخل، ما له صله بدراستنا الى اخره. هون مكتوب برايمري بريفنشن، والله كلمه مناسبه واحد يمكن يبحث عنها. في عندنا يعني اداه اسمها ادفانسد، ما انا شايفين كمان لتحسين نتائج البحث. هاي الادفانسد بتساعدنا على اختيار مثلا النتائج بشكل افضل، وبيحسن لنا النتائج. مثلا هون بدك تبحث مثلا وين عن، يعني بحث بده يكون مثلا بدك اياه في اسماء الباحثين، بدك بالتاريخ، بدك بالمقالة كاملة، بدك بشيء محدد. مثلا هون نوع المكان اللي بالمقالة اللي بدك تبحث عنه، هون تكتب الكلمة المفتاحية اللي بدك تبحث عنها. مثلا هون حطينا أسبرين، طيب أسبرين أو مثلا أو شغلة تانية مثلا، أو أستير ساليسيك أسيد، مثل ما قلنا إنه هو اسم تاني للمقالة. طبعا لازم نكتب أور، بنكتب بعدها add to history، يعني نحفظها بالهيستوري، هي أول كلمة مفتاحية. بنرجع بعدين هلا بنكتب الكلمة الثانية، بنكتب primary prevention. طيب فينا نكتب مثلا كلمة بديلة، ممكن نكتبها هون، ما في كلمة بديلة نضيفها للهيستوري. طبعا بدنا بقى هلا ندمجهم مع بعضهم، البرايمري برينشن والاسبرين، نكتب اد اد، بتطلع لحالها محطوط لها اقواس ومحطوط لها اند، وهون محطوط الاسبرين او الاستيل سيليك اسيد. يعني هدول الاقواس والاند والاور لا يعني لا تخافوا منه انتم تكتبون بايديكم، هو هي مهمه اداه الادفانسد. شوفوا هون بعد ما حطينا الاقواس البرنامج، حطينا الاقواس والاند والاور، كتبنا سيرش فطلعت لنا النتائج مرتبه. ان مش هي الميديكال سبجكت هيدنج اللي فيها ميزه قويه للبحث عن الكلمات المفتاحيه، ممكن هون نحط المش والاسبرين، فبيعطيك كل نتائج الكلمات المفتاحيه مثلا لاسبرين. شوف مثلا هون اعطاك الاسبرين، اسيت امينوفين، اسبرين، كافيين مثلا هذا الدواء معين، اسبرين، كودائين، أعطاك كل شيء ممكن. أسبرين induced أزمة، الأسبرين اللي بيحرض الربو إلى آخره. هون مثلاً إذا لقينا ضغطنا على المش تبع الأسبرين، فأعطاك هون أسبرين، أعطاك هون أستيل ساليسيك أسيد، أزمة أسبرين induced، صار يعطيك خيارات كثيرة لكلمات مفتاحية ممكن تساعدك. وهيك بكون يعني انهينا محاضرة البحث الطبي. يا ريت